كل لاعب شاب بيكون لديه مثل أعلى وهو يكبر، لاعب يلهمه ويزيد من عشقه لكرة القدم. يكبر هو يراقب مهاراته ويتأثر بأسلوبه وقدراته وميزة، ويكون قدوة له تزيد من عزمه للوصول إلى العالمية. أنا بالنسبة لي رونالدو البرازيلي هو الأفضل، لاعب إرادته قوية. رونالدو بيلعب مهاجم وأنا بلعب مهاجم. حركات رونالدو كنت دائماً أتابعها، خاصة حركة المروحة. هاي الحركة تعلمتها منه، أكيد تحقق واحد من أحلامي إنه أشوف اللاعب الأفضل بالنسبة إلي. هذا الشيء كان روعة. مثل لاعب في الخليج عمر عبد الرحمن لاعب الأهلي. يعني أول ما يعني ما تابعته يعني في دوري الخليج، فعجبني اللاعب هذا يعني فصرت أتابعه على طول. من صغر سني يعني أنا أحب أربي شعري. يعني بعد ما شفت يعني عمر عبد الرحمن قلت كمان أربي شعري وإن شاء الله أكون زيه، يعني بنفس الشعر وبنفس اللعب. أنا وصغير كنت دائما أتابع اللاعب إبراهيموفيتش، يعني كنت بحبه كثير. هو اللي يتميز فيه إنه كان يشوط من بعيد وكانت رجله كثير قوية، يسجل أهداف كثير خرافية. صراحة اللاعب واحد تعجبني أنا حاليا هو كريستيانو رونالدو. كنت صغير لما طلع كريستيانو رونالدو بلش يشتهر وبلش يوصل للعالمية. خرجت في الصيف وين راح أي شيء يخصوك أنت. حبيت قديش هو مصر إنه يوصل لحلمه، فتعلقت فيه وبعدين هلا متعلق. غير نفس الشعر تاعه وفي شيء ضروري نشبهه. كريستيانو يا قليل لك يعيط لي الاسم دي. المشكلة هذا كبير، لازم تكون على الأقل تلاحظ كما كان هو قدوة لديه شباب الجيل، لازم نكونوا نحن إن شاء الله قدوة للشباب الجيل الآخر. أنا كي كنت صغير كنت نحب بوغرو، نحب اللعب ديالو، نحب التفكير ديالو، شغل يلعب طاكتيكو. بما أنا تعلمت هاد الحوايج اللي عنده، إن شاء الله يجي نهار وين علاش بالك هو يكون المدرب ديالي ويمد لنا شوية من الخبرة ديالو. من بعد أسطورة كبيرة دييغو مارادونا، أول لاعب وآخر لاعب أعز عندي، وكنت منا لو شي نهار صادفتو ولا نريح معاه ولا نهضر معاه هو اللاعب رونالدينيو. صراحة هو ساحر كرة القدم. كنت باقي صغير كنمشي نشري لي سيدي ديالو وكنخدمو بالدي في دي وكنبقى نتفرج فيهم. زين الدين زيدان هو المثل الأعلى، بذل كل جهده، حارب وسوى كل اللي عليه حسب يكون لاعب كرة قدم عالمي. هذا الشيء يعطيني دافع اني اشد حيلي. محمد زيدان طبعا مثل اعلى عشان لاعب مصري، وانا شايف انه من احسن اللاعبين المصريين اللي عدت في الكره المصريه واكتر واحد نجح بره. تعلمت منه ان انا ما استسلمش، ومهما الناس اتكلمت لازم اكمل حلمي وافضل ورا هدف على طول. ميسي لاعب كبير، كان عنده خلل في النمو، ما كان يطول وكان ضعيف، والحمد لله يعني شوف كيف صار الحين. فأنا تقريبا نفس ميسي، يعني الحين بحاول أن أنا أبني جسمي وأني أتبع طريقة ميسي إن شاء الله. وما في شك أن نجاح المشتركين في البرنامج راح يقربهم خطوة كبيرة من عالم الاحترافية، حتى يكونوا بدورهم قدوة لأجيال كثيرة قادمة.